الصرف الصحي أيضا مشكلة كبيرة تؤرق سكان الشرقية، وأعتقد أنه في أكتر من قرية ما فيهاش صرف صحي أساسا في الشرقية. حضرتك محافظة الشرقية كبيرة، النهاردة احنا عندنا 511 قرية. عايز اقول لحضرتك ان احنا الصرف، مشروع الصرف الصحي برضه عشان السادة المواطنين واهالينا يعني يعرفوا قد ايه الدولة النهاردة بتبذل جهد في هذا الملف بالتحديد، لان الصرف الصحي مكلف عن اي مشروع اخر. احنا الصرف الصحي بدأ كمشروع على مستوى الدولة سنة 95، ما تم النهاردة نهو خلال 20 سنة من 95 حتى 2015 تحديدا في محافظة الشرقية. كانت عمل كل المدن اللي موجودة عندنا عدا مدينة منشأة أبو عمر، عشان دي كانت قرية واتقلبت لمدينة في 2013. بالإضافة ال 511 قرية اللي موجودين عندنا كان اتعمل منهم اتخدم منهم 76 قرية بس بالصرف الصحي. هذه النسبة النهاردة لا ترتقي لآمال المواطنين بتوعنا. النسبة دي كانت تمثل 14% من عدد القرى. إن شاء الله رب العالمين من العام المالي 15 وحتى نهاية العام 2017 احنا مدرجين 163 قرية عشان ندخل فيهم خدمة الصرف الصحي. احنا انتهينا فعلا حتى الآن، انتهينا من 48 قرية وشغالين في بقية القرى النهاردة عشان في نهاية العام 2017 نقدر نحل مشاكل كل الصرف الصحي. مدينة منشأة أبو عمر النهاردة الحمد لله احنا وفرنا لها قطعة أرض 5 فدان عشان نقيم عليها محطة معالجة، وهنبدأ العمل فيها على طول. وفرنا لها قطعة أرض برضو 625 متر لمحطة رفع وهنبدأ فيها العمل برضو، بحيث النهاردة يبقى مدينة منشأة أبو عمر وال163 قرية بنهاية العام المالي 2017 يكون دخل لهم خدمة الصرف الصحي. لما نضيف الرقم ده على الرقم القديم 76 قرية، ده يوصلنا لنسبة 48% من عدد القرى اللي موجودة، وده رقم مش قليل وإنجاز مش قليل. لأن أنا عايز أقول لحضرتك بس إن إحنا ما أنفقناه خلال 20 سنة على محافظة الشرقية من الصرف الصحي، اللي إحنا أنفقناه في السنتين دول ضعف 3-4 مرات، فده رقم مش قليل. وإن شاء الله إحنا ماشيين في الاتجاه ده كويس جدا جدا جدا. ويعني وأنا بقول لحضرتك الأرقام أهو، ما تم انشاؤه في العشرين سنة، لا اللي تم هيتعمل في السنتين. نعم. اكتر من اللي هيتعمل في العشرين سنة. يعني في مشاهد بعد